إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فأزاح الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإيمان والإسلام، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم الصالحات. لقاؤنا اليوم تقاربوا إخواني، أفسحوا لإخوانكم، تقاربوا إخواني، لقيناكم تفسحوا في المجالس، تقاربوا. إخوة الإيمان والإسلام، موعدنا اليوم مع لقاء جديد مع الحبيب صلى الله عليه وسلم، مع اللحظات الأخيرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، مع وداع النبي لأمته، مع وصايا النبي لأمته صلى الله عليه وسلم. ولماذا نتكلم عن هذا الحديث؟ في شهر ربيع الأول هناك ثلاث أحداث هامة مرت بالأمة، منها ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن المسلمين من وافق أهل الكتاب ووافق أهل الأوثان في اعتبارهم أن حدث الميلاد هو أهم الأحداث على الإطلاق، ولكن الصحيح الذي ندين به لله أن حدث الوفاة هو أهم الأحداث التي حدثت في شهر ربيع الأول على الإطلاق. فقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب قال لأبي بكر الصديق: هلم بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما أتوا إليها بكت، فقال لها: يا أم أيمن، ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند رسول الله خير لرسول الله مما نحن فيه؟ قالت: أما إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى الناس ما يوعدون، وأنا أمنة أمتي، فإذا ذهبت أتى أمتي ما توعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن وفاته صلى الله عليه وسلم هي مفتاح الشرور على الأمة. وأيضاً قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه: من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبتي، من أصيب بمصيبة فليتعزى بمصيبتي. فمصيبة فقد النبي صلى الله عليه وسلم هي أكبر المصائب التي مرت على أمة الإسلام. قال أبو العتاهية: اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلدي، واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب الزمان.
تأتي اليوم وتكشف في غد، أو ما ترى أن المصائب جمة، أو ما ترى المنية للعباد بمرصدي، فإذا أتتك مصيبة تسجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. في التاسع من ذي الحجة في السنة العاشرة من الهجرة وقف النبي صلى الله عليه وسلم في صعيد عرفات يخطب المسلمين في وقفة عرفات، وحوله صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 100,000 إنسان من صحابته حتى بلغوا مد البصر، فافتتح خطبته وقال: أيها المسلمون، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فبكى عمر بن الخطاب عندما نزل قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقيل له: يا ابن الخطاب، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: إنه ليس بعد التمام إلا النقصان. رضي الله عنك يا ابن الخطاب يا فقيه الأمة. وفي سفر في السنة 11 من الهجرة ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى على شهداء أحد، صلى لهم كالمودع للأحياء والأموات. وفي 19 من سفر في نفس السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا مويهبة، والحديث في صحيح مسلم: إني قد أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي لأستغفر لهم. قال أبو مويهبة: فلما وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم قال لهم: السلام عليكم يا أهل المقابر، ليهنأ لكم ما أنتم فيه مما نحن فيه. أقبلت الفتن فتنة تلو فتنة، الآخرة شر من الأولى. ثم التفت إلى أبا مويهبة وقال له: يا أبا مويهبة، لقد خيرني الله عز وجل بين الخلد في الدنيا ومفاتيح خزائنها ثم الجنة وبين لقاء ربي. فقال أبا مويهبة: فداك أبي وأمي يا رسول الله، خذ مفاتيح الخلد في الدنيا ثم الجنة. قال: لا يا أبا مويهبة، إني اخترت لقاء ربي. ثم استغفر صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ثم رجع. قال أبا مويهبة: ثم بدأ صلى الله عليه وسلم من وجعه الذي مات فيه لما أصبح. فلما دخل على عائشة قالت عائشة: هو رأساه. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل أنا يا عائشة ورأساه. كأنه يخبرها أنه أشد مرضا منها. ما ضرك يا عائشة؟ لو مت فقمت عليك وكفنتك. فقالت له عائشة: لعلك تدفنني ثم ترجع إلى بيتي فتعرس فيه ببعض نسائك. فضحك صلى الله عليه وسلم ثم بدأ وجعه الذي مات فيه. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين 11 يوماً وهو مريض. وقبل 5 أيام من الوفاة ازدادت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد به الوجع حتى أنه كان يغمي ثم يفيق صلى الله عليه وسلم. ثم قال: احملوني إلى أصحابي. فصعد المنبر وكان الصعود الأخير، فسلم على أصحابه وأوصاهم بالأنصار خيرا، ثم قال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وما فيها وبين لقائه فاختار ما عنده. فبكى أبو بكر وعلى صوته. فنظر الناس إلى أبي بكر وقال أبي سعيد الخدري: ما بال الشيخ يبكي؟ عبد خيره الله بين الدنيا وبين أن يلقى ربه فاختار لقاء ربه. ولكن أبا بكر كان أفقاهم فقال: فداك آباءنا وأمهاتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان لكل واحد منكم مكافأة كافأناها بها إلا أبا بكر، سدوا علي كل باب إلى المسجد إلا باب أبي بكر. وقال صلى الله عليه وسلم في هذه اللحظة: لو كنت متخذاً أحداً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً، ولكن صاحبكم رسول الله. قال أبو سعيد الخدري: فكان الرجل هو رسول الله وكان أبو بكر أفقهنا. وفي يوم الخميس قبل وفاة النبي 4 أيام
اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت آخر صلاة صلاها بالناس صلاة المغرب، صلى فيها بالمرسلات عرفا، رواه البخاري. وفي صلاة العشاء خرج بلال كعادته بعد الآذان، وذهب إلى بيت رسول الله وقال له: الصلاة يا رسول الله. ولكن جسد النبي كان قد ثقل، فأمرهم أن يغسلوه في مخضب لحفصة، فأراد أن يقوم فأغمي عليه فغسلوه مرة أخرى، ثم أراد أن يقوم فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة يقول: أصلى الناس؟ فيقولون: لا، هم ينتظرونك. فحاول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الرابعة، ثم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وفي يوم الأحد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة، فأمرهم أن يخرجوا به إلى المسجد، وكان أبا بكر يصلي بالناس، فلما أحس به المسلمون اضطربوا في صلاتهم، وذهب أبو بكر ليتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يثبت، ثم جاء فوقف على يسار أبي بكر، فكان النبي يصلي بأبي بكر قاعداً، وأبو بكر يصلي بالناس قائماً. وفي يوم الاثنين الذي قبض فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما الصحابة في صلاة الفجر يصلون خلف أبا بكر، إذ بالرسول صلى الله عليه وسلم يرفع ستر غرفته وينظر إليهم، والصحابة ينظرون إليه، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس كما عند البخاري: فرأينا وجهه كأنه صفحة مصحف من النور. ولما رأوه الصحابة هموا أن يفتتنوا في صلاتهم واضطربوا، وتأخر أبو بكر، ولكنه صلى الله عليه وسلم نظر إليهم نظرة الوداع، ينظر إلى غرسه الذي غرس، وبناءه الذي بنى، وأولاده الذين ربى، وجهاده الذي جاهد، ينظر إليهم نظرة الوداع، وكيف لا يبتسم صلى الله عليه وسلم وهو يراهم يصلون الفجر، صفوفهم منتظمة، كيف لا يضحك وقد رأى غرسه قد نما. ثم أرخى الستر صلى الله عليه وسلم ومات من يومه. وفي الضحى جاءت إليه فاطمة لتعوده، فلما أقبلت إليه لم يستطع أن يقوم لها صلى الله عليه وسلم، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا رأى فاطمة قام إليها وقبلها وأجلسها، ولكنه لم يستطع أن يقوم، فبكت فاطمة وقالت: واكرب أبتاه، واكرب أبتاه. فقال لها صلى الله عليه وسلم: لا كرب على أبيك بعد اليوم يا فاطمة. ثم دعا صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين فقبلهما وأوصى بهما خيرا، ثم دعا نساءه فوعظهم، ثم دخل عليه أسامة بن زيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بح صوته، فجعل يضع يده على كتف أسامة ويرفعها إلى السماء، فعرف أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو له. ثم اشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم المرض، وكان اليوم يوم عائشة، ودخل بيتها وقالت عائشة كما عند البخاري: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في يومي وفي بيتي، ومات على صدري بين سحري ونحري، وكان أو آخر ما دخل جوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ريقي. فأسند الرسول صلى الله عليه وسلم ظهره إلى عائشة، ودخل عبد الرحمن بن عوف وفي يده السواك، فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم نظرا شديدا، فعرفت عائشة أنه يريده، وهكذا ولهذا السبب كان يحبها صلى الله عليه وسلم، كانت تعرف ما يريد من نظرة عينيه. فأخذت السواك من عبد الرحمن بن أبي بكر ولينته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استاك به استناناً شديداً، ثم رفع يده إلى السماء وشخص بصره، ودخل جبريل ومعه ملك الموت، فقال: يا رسول الله، ملك الموت بالباب يستأذن ولم يستأذن على أحد قبلك. فقال: أذن له يا جبريل،
ثم خيره أبو بكر وقال: يا رسول الله، إن ربك يخيرك بين الخلد في الدنيا وبين لقائه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. قالت عائشة: فنظرت إليه وقد أغمضت عيناه، فسمعته يقول: مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم سقطت يده من يدي وثقلت رأسه في صدري، فعلمت أنه قد مات صلى الله عليه وسلم وأنه قد خرجت روحه. فما كان مني إلا أن قمت على الناس فقلت: قد مات رسول الله. فدخلت فاطمة تبكي وتقول: وأبتاه، وأبتاه. أجاب ربًا دعاه: وأبتاه، جنة الخلد مأواه، وأبتاه إلى جبريل رعاه. قال ابن رجب: واضطرب المسلمون اضطرابًا شديدًا، وكان أبو بكر عند زوجته بالسنح، فبكى أبو بكر وأقعد عمر، فبكى عمر وأقعد علي، وصمت عثمان، وصرخ عمر في الناس وقال: والله ما مات رسول الله، ولكنه ذهب للقاء ربه. ثم جاء أبو بكر فدخل بيت عائشة فكشف الستر عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم قبله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حياً وميتا. ثم خرج أبو بكر للناس فوجد عمر يصرخ فيهم، فقال: اسكت يا عمر. فلم يسكت، فصعد أبو بكر للمنبر وقال قولته المشهورة: أيها الناس، من كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. قال ابن عباس: فكأن الناس أول مرة يسمعوا هذه الآية. قال عمر: فما ملكتني قدماي وسقطت على الأرض. ثم نادى أبو بكر الناس وسألوه: يا أبا بكر، أيصلى على رسول الله؟ فقال: نعم. فراعوا كلامه، والتف الناس حول أبي بكر رضي الله عنه، ثم غسلوه صلى الله عليه وسلم، وغسلوه في ثيابه ولم يجردوه. غسله العباس وعلي وكثم، وغسلوه رضي الله عنهم، ثم كفنوه، ثم دفنوه صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فوالله ما أن دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا نفوسنا. قالت فاطمة: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، وسيجزي الله الشاكرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يا مصطفى، ولأنت ساكن أسرتي، روحي فداك وكل ما ملكت يدي، إني وقفت لنصر دينك همتي، وسعادتي ألا بغيرك أقتدي، صلى الله عليه وسلم. مات صلى الله عليه وسلم وعمره 63 عاما، وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم خرج بلال ليؤذن بالناس، ولكنه في هذه المرة يؤذن لإمام غير الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف بلال يؤذن فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. ولما بلغ أشهد أن محمد رسول الله لم يتمالك نفسه من البكاء، ولم يستطع أن يكمل الأذان. قال أنس كما روى البغوي في شرح السنة:
لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم من المدينة كل شيء. أخي الحبيب، إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات فإن سنته باقية بيننا، فإن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فها هو دينه ما زال موجودا بين يديك غطا طريا كأول مرة نزل من السماء، ها هي سنته صلى الله عليه وسلم بين يديك. فإن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتود رؤيته فسنته باقية، فعليك باتباع سنته وتطبيق منهاجه والدعوة إلى سنته والحياة على هديه صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، من أصيب بمصيبة بفقد حبيب أو ولد أو أخ فليتعزى بفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مصيبة فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أكبر المصائب. أخي الحبيب، تأمل كيف تعب النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هذا الدين، دعوة وإيذاء وهجرة وجهاد حتى عند سكرات الموت، كما قال ابن مسعود: يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا، فقال يا ابن مسعود: إني لا أوعك كما يوعك الرجلان منكما. أخي الحبيب، مات صلى الله عليه وسلم شهيدا، وهذا كلام غريب لعلكم تسمعونه لأول مرة. مات صلى الله عليه وسلم شهيدا، جمع له صلى الله عليه وسلم بين النبوة والشهادة، مات على يد قتلة الأنبياء اليهود. ففي الحديث الصحيح أن أم مبشر جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما أراك تتهم من نفسك، فإن مبشر قد مات من أثر السم الذي أكل معك في خيبر. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما أتهم إلا الأكلة التي أكلت في خيبر، وهذا أوان انقطاع أبهري. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم الذي دسته له اليهودية في الشاة في خيبر. أخي الحبيب، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فإن سيرته باقية وإن سنته باقية. وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته بالصلاة، فقد كان يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فماذا أنت فاعل بوصية رسول الله؟ لو وصى أبوك عند الموت وقال لك: يا ولدي أختك، أبناؤك، يا ولدي بيتنا، يا ولدي تجارتنا، أراك تهتم اهتماما شديدا وتقول: هذا وصية أبي. فالصلاة وصية رسولك صلى الله عليه وسلم. ووصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنساء وقال: أحرج عليكم حق الضعيفين، المرأة والضعيف. فماذا أنت فاعل بهذا الحق أخي الحبيب؟ وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الموت: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. أخي الحبيب، إن مسيرة الدعوة لا تتعطل بموت أحد ولا حياته، فالدعوة باقية والدعوة مستمرة. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات فهلم فلنمت على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، لا بالتكفير والتفجير، لا بالتخريب والتدمير. ندعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، إن الحب الحقيقي ليس هو أنك دائماً تقول: إني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الحب الحقيقي هو في الإيمان به وطاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. إن الحب الحقيقي في أن تكون حياتك على منهاج الرسول، وإن كنت في أي مكان على وجه الأرض فالمسلم يعيش بالإسلام أينما حل وأينما ارتحل. فوالله لو صعدنا إلى المريخ لوضعنا راية التوحيد وأقمنا شرع الإسلام وعشنا بدين رسول الله عليه الصلاة والسلام. حبك للنبي صلى الله عليه وسلم يكون بتطبيق سنته واتباع هديه، وأن تكون حياتك في بيتك وفي عملك وفي متجرك وفي مصنعك على هديه صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حبيبنا قد فارق الدنيا،
وترك لنا سنته، فهلما لنتبع رسول الله وهلما لنطبق شرع الله في أنفسنا؟ قال أحد السابقين: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم وفي بيوتكم تقم على أرضكم. أخي الحبيب، هذا وقت التوبة، هذا وقت المعاهدة، أن نتعاهد جميعا أن نتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نعيش على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، إن لم تتب الآن فمتى تتوب؟ هذا وقت التوبة والرجوع إلى الله. أدعوكم جميعا إلى أن نتدارك ما قصرنا فيه وأن نتوب إلى الله توبة نصوحة. اللهم إنا نسألك عند الموت، اللهم إنا نسألك عند الموت توبة، ويوم القيامة جنة وغفرانا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وأذل الكفر والكافرين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أذن لكتابك أن يحكم ولدينك أن يسود. اللهم أذن لهذا الليل الأسود الكئيب أن ينجلي عن المسلمين. اللهم أذن لهذا الليل الأسود الكئيب أن ينجلي عن المسلمين. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأسير. اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات. اللهم ارزقنا صلاة في الأقصى قبل الممات. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب علينا كي نتوب، اللهم تب علينا كي نتوب. اللهم ارزقنا التوبة، اللهم ارزقنا التوبة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. اللهم إنا نسألك الغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.